محاكم الأسرة يا حبيبتي كلها شغالة اهي. كانوا بيحبوا بعض وبيرقصوا على العسيلي والزفة وبتاع، وهم في محاكم الأسرة. ماشي، بس مش لازم الموضوع يبقى محاكم أسرة. ما تنزلي تعيشي معانا تحت شوية بقى في الحلقة دي، عشان أنا أنت هيمنة قوي، أنت عايمة في الزبادي. ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني، وبينهم الحيطة دي. البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بالجواز، لبس، فلوس، شغل، وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي، وفي الآخر قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين هيقرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لا. هاي هاي، ازيك؟ ازيك؟ لا انا سألتك سؤال فردي بجواب. انا كويسة. بيقولوا ان زهرة صحرة قوي، بس الموضوع طلع عكس تماما. او لا، لذيذة، طلعت لذيذة قوي، يعني مش ألذ منك. ثانك يو، من اولها كده. ممكن اسألك سؤال؟ طبعا. ايه الحالة الاجتماعية بتاعتك؟ الحالة الاجتماعية؟ مستغرب السؤال ليه؟ هو عادي على فكرة، اليومين دول ساعات بيبقى فيه واحد متجوز خاطب، البيت ملوش علاقة بالكلام ده كله. مش هنزل ديت وانا متجوز يعني. طيب. انت بالنسبة لك ده عادي؟ انا منفصل. وانا كمان ايه؟ انت قلودة قوي، ممكن تقولي اجابة تانية يعني. ما هي ما فيهاش اجابة تانية، وانا كمان منفصلة. حلو. انت اللي قلودة. طيب قولي ينزل لك ايه؟ هو في فراولة. أيوة. ومنت. ايوه، بس مش عارف بقى الليكويد ده ايه. انت نزلك ايه؟ نفسه. وفي ليمون. لا مفيش ليمون، هو في ليمون. لا في سلايزز ليمون. انت مش ايه؟ لا يبقى مش نفسه بقى. نزلتي كام ديت قبل كده؟ دي تاني مره. حاسس في صوتك في نبره يعني اللي هو مش حقيقه خالص. ايه ده؟ يعني هي لو اول مره هقول لك اول مره، ليه هكدب ليه؟ لا انا ما قلتش بتكتبي يعني. تمام يعني. نزل لك ايه بقى؟ ناتشز. وانا كمان. طب لو تحبي نشار. هو تقريبا كل حاجه منزلينها لنا زي بعض. ممكن نشار يعني، ممكن يبقى دبن حاجه تانية. مستعده اديهم لك الاثنين يعني، انا عايزك تتغذي. واو، انت محافظ على صحتك وما بتاكلش كتير؟ بتروح الجيم؟ بصي ساعات يعني. عندك كرش يعني ولا ايه؟ ماله يعني، مفيش حاجه يعني، لذيذ بيبقى ساعات لذيذ يعني. اوكي مفيش مشكله. انت عندك كرش؟ لا ما عنديش كده. مفيش حد ينفع يقول كده اصلا. ماشي. هو شكلك ما بتحبش الناتشز صح؟ امسك كده يعني. اوكي يعني مش ما بحبهاش، بس مش عايز دلوقتي يعني. اوكي وانا كمان. اوكي شكرا. ايه اكتر حاجه بتكرهيها في الصيف؟ الحر والرطوبه. بس انت عارف في ناس بتحب الصيف اكتر، في ناس بتحب الشتاء اكتر، وتلاقيهم بقى منزلين بوستات كده على السوشيال ميديا انه الناس حر ريه جميل قوي لذيذ. مش نفسي افهم مين. غريب قوي ان حد يكلم حد وهو مش شايفه صح؟ بس هي لذيذه يعني، هي لذيذه جدا جدا. انا قبل الابيسود اصلا، قبل التصوير، كنت اكسايتد قوي قوي وملتزمه قوي بالرولز بقى بتاعتهم، اللي هو خلي بالك ما يشوفكيش وكده. الاجواء دي كانت لذيذه قوي. طب ما تيجي نسمي بعض اسماء. طب تفتكر يبقى اسمي ايه من الصوت ده؟ ممكن ساره مثلا. طيب تسميه ايه؟ خلاص حلو ساره. حساك عمر. عمر وحش. عمر مش عاجبك؟ لا تمام عادي، ما عنديش مشكله. لا ليه مش عاجبني؟ بتشتغلي ايه؟ لا مش هينفع اقول بشتغل ايه. ليه؟ بتشتغلي حاجه حرام ولا ايه؟ لا بس عشان احنا متفقين ان احنا مش هنحاول نعرف بعض. طيب بتشتغلي شغلانه مخلياكي قاعده في الساحل على طول طول الصيف؟ لا خالص. بتروحي امتى؟ بروح لما بيكون عندي اجازات. ها تبقى انت موظفه؟ يعني سيبك من السؤال ده، بس انت ايه رايك بقى في الناس اللي بتقعد في الساحل طول الوقت؟ في ناس بتقدر تعمل ده وفي ناس ما تقدرش تعمل ده. بس مش بيدي لك كده انطباع ان الناس دي اصلا فاضيه ما بتشتغلش ما بتعملش حاجه غير ان هي تتفسح طول الوقت؟ لا انا مش بجادج الناس خالص تماما. لا يعني اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. اصل الناس اللي قاعده في الساحل دي 24 ساعه اكيد معاهم فلوس. فهو صح. مش انا اللي اجادج. ماشي ما هو حتى لو هو معاه فلوس بس لازم يشتغل، مش معقول طول الوقت قاعد في الساحل كده يتفسح. وفي ناس بقى مش معاها فلوس وبتيجي الساحل 24 ساعه برضه، يعني بيكون عنده شغل وبيتحايل على الدنيا. ايوه طب الناس دي بتقعد فين؟ في ناس بيكون عندها بيوت
تمام ده من حقه يجي وتمام، وفي ناس ما عندهاش بيوت ومن حقه يجي برضو، بس مش من حقه يجي كل الفترة، فاهمة؟ عجباني طريقتك، انت عميق شوية ومش بتحاول تحكم على الناس، يعني دي حاجة لذيذة فيك بصراحة. طيب لما بتروحي الساحل بتحبي تتنططي بقى وكيو ار كودز في كل حتة لا ويلا نسهر في هنا ونافتر هنا وبتاع ولا ايه؟ لا لا، الموضوع ده بالنسبة لي بيبقى مزعج جدا. يعني انا بالنسبة لي لو المكان كله فيه كل الحاجات اللي انا ممكن احتاجها، بحر حلو وانزل بول، المكان نفسه اللي انا قاعدة فيه لطيف، لا دي بتبقى حاجة مريحة جدا بالنسبة لي بصراحة. ويا سلام بقى لو في جيم، في نايت لايف، يعني كل الحاجات كده لما تبقى موجودة في مكان واحد بتبقى حاجة لذيذة. نايت لايف بمعنى ايه معلش؟ نايت لايف يعني اماكن تسهر فيها بالليل. بتحبي السهر؟ مؤخرا كده ما بقتش احب السهر قوي بصراحه. احب اعرفك على نفسي، خالد بكره السهر. عمر حسيت ان انا الاي كيو بتاعي زيرو خالص عشان انا قلت اسمي. خلاص خلاص، وانت ذكيه جدا، احنا اتفقنا. ماشي يا عمر. طيب بتكره السهر ليه يا عمر؟ تعالي ناخدها من حته الساحل اللذيذ الطيب الجميل قوي. اه مكرونه وبانيه، علبة صغنونة كده واروح على البحر، انا مش عايز حاجة تاني. بس هو السهر برضو مش وحش، يعني هتروح تسمع شوية مزيكا كده، تنبسط، تشوف ناس صحابك، ترقص، يعني شوية فرفشة نشوفهم على البحر. اوكي، وممكن نقعد في بيت بعض، يعني ده عند بيت ده عند بيت ده، وممكن نعمل قعدات لذيذ، نقعد نتكلم كده لغاية الساعة اخرنا 11 بالليل. اه بتحب تنام بدري؟ مش لازم، بس في كواليتي تايم مع نفسي. يعني انتي رقيقه قوي، انا مش عارفه اتكلم معاك، انا مش حاسس ان انا عايز اسميكي زهره مثلا. اوه واو، حسيت فجاه. عايزك تشرحي لي اكتر، بس بتعملي ايه على البحر؟ طول ما انا في على البحر بنزل المية. يعني لذيذ قوي ان احنا بحر الصبح جدا، وبالليل نقعد بقى في بيوت بعض. يعني انا في 35 هنا، هي باينه معانا هنا، محمود صاحبي. اوكي، بنتجمع عنده بالليل، يعني كل ويك اند كده، يوم جمعه دايما. هنا في زهره قصدك؟ اه بالظبط. اه هو زي ما قلت لك، لذيذ ان يبقى اصحابك موجودين في نفس المكان، تتجمعوا في بيوت بعض، تتقابلوا على البحر، تنزلوا البول، يعني كل الحاجات دي لو تكون موجوده في مكان واحد بتبقى حاجه لذيذه. الو الو، صوتك بينيم. صوتي بينيم؟ اه انا حاسس ان انا في سيشن ثيرابي. دي حاجه حلوه طيب ولا حاجه مش حلوه؟ لا دي حلوه جدا والله، يعني بجد حاجه لذيذه. وبحاول انظم نفسي، البحر والموج والهواء والحاجات الحلوه دي. والوجه الحسن. اوكي، ازيك يا حسن، عامل ايه؟ هو مش كنت من شويه ساره وبعدين بقيت زهره وبعدين بقيت حسن؟ يعني لا خلاص زهره. ايه اديتني كام؟ الو، المفروض نقول يعني حلو ولا وحش؟ طيب حلو. ماشي حلو، اخد ده. امال بنعمل ايه؟ اوه حاجه كمان ممكن؟ اه ممكن. اوه ممكن حاجه كمان؟ انا هدي لك كل حاجه دلوقتي. ممكن تشيلي النيجاتيف؟ اوه لا انا ندمت. لاحظي ان انا اديتك كل حاجه وانت ما ادتنيش اي حاجه. في الاخر خلينا في الاخر. نزل لك ايه؟ برجر. وانا برجر وفرايز برضو. في حاجه مع الفرايز والبرجر؟ لوف. اه يلا قولي يعني. بقى حبيت كم مره؟ حبيت كتير طبعا، يعني بحب الفرايز كتير. بحب البرجر. اه لا انت مش حبيب خالص بتاع ده، ما بحبوش مثلا. هيتشيل. ما تقلقش. اوكي ماشي، قصدي حبيت كم مره؟ حبيت واحده ست كم مره؟ لا حبيت، يعني مش فاكر كم مره. مش فاكر؟ ما كتير. لا مش كتير، بس ما عدتهمش. يعني عايز اعرف يعني امتى تقول ان انت حبيت؟ لما احب بيكون في بركان داخلي لذيذ جدا، بس بيفضل، هو لم ينطفئ. بس انا مش بشوف ان ده الحب، يعني ده ممكن يبقى اعجاب بس مش حب. لا معايا ولا لا؟ اه انا معاكي جدا، بس الحب مراحل. أوكي. ومراحله كتير جدا، بس مش ده اللي بيبقى بقى. يعني قصدك ان دي بتبقى بدايه. اصحيكي شويه في الحته دي. اتفضل. بقول لك ان مش ده اللي بيبقى، وبعدين الحب بينقلب. يعني بينقلب هو ليه ستيبس، بيبقى اشتياق جدا، وبعدين بيبقى بركان، وبعدين يصور، وبعد كده ممكن الحب ينقلب يولع يعني في الدرة. لا والله بيتقلب، ممكن يتقلب لكره. كره امتى طبعا. يتقلب بكره بقى؟ بيتقلب لكره في الكذب وفي العند. بس انا مش معاك شويه ان يحصل كره، يعني بعد ما كنا بنحب بعض يبقى كره، ممكن يحصل انفصال. لكن حاكم الاسره يا حبيبتي كلها شغاله اهي. كانوا بيحبوا بعض وبيرقصوا على عسيلي والزفه وبتاع، وهم في محاكم الاسره. ماشي، بس مش لازم الموضوع يبقى محاكم اسره. ما تنزلي تعيشي معانا تحت شويه بقى في الحلقه دي، عشان انا انت هيمنه قوي.
انت عايمه في الزبادي. اوكي يعني انت يعني انت عايز تفهمني ان الحب ليه مراحل طبيعيه طبعاً. اللي هو في الاول بيبقى بركان، بعد كده بيبقى اشتياق، بعد كده بيبقى كره، بعد كده بيبقى عشق، لا ثانيه بيبقى كره. لا دي لا مراحل لا حب الطبيعيه لا بالنسبه لك، وانا كده انزل على الارض. لا يا فندم بعد اذنك قول. انا ما قلتش كده. قول. طيب هو بيتقلب الى بركان واشتياق ومش عارف ايه، وممكن في مراحله ينطفئ. ده هو طب لازم ايه اللي يخلي حب ينطفئ بقى؟ لازم ثانيه بقى ماشي. مش عايزه تسمعي. ما اقول والله سامعاك. في مرحله بينطفئ فيها الحب. ايه اللي بيشتغل او بيشتعل بقى؟ حاجات تانية. بيشعل الانطفاء اللي بيشتعل ساعتها كره. فازاي احنا نحجم ده؟ لا مش ده اللي احنا منك والله العظيم. ايه انا تهت منك. لا خالص يعني. طب هسالك سؤال. ايه اصعب حاجه فيك لما بتحب؟ ممكن الغيره. بس انا بشوف ان الغيره دي حاجه حلوه، ومعناها ان انت بتحب الشخص التاني طبعا. وان انت مهتم بالشخص التاني، فهي مشاعر حلوه بتبقى مزعجه بقى، والواحد بيجري او بيسلم نفسه كده قوي لمشاعر الغيره بتبقى حاجه مزعجه. انت بتوصل للمرحله دي؟ حضرتك مذيعه في قناه ايه؟ نفسي اعرف. لا مش مذيعة. طب ممكن أسألك نفس السؤال، إيه أصعب حاجة بتواجهك أو بتشوفيها؟ أعتقد ممكن هي مشاعر الغيرة لما بسيب نفسي ليها، بس اكتشفت إن هي بتعمل مشاكل كبيرة، فأعتقد إن أنا صلحت الموضوع ده بنسبة كبيرة. وأعزائي المشاهدين، حلقة تالية من برنامجنا مذيعة جدا والله. كل حاجة فيكي بتقول مذيعة، أو في حاجة أنت بتطلعي في حاجة. ده حتى الضحكة في ليها قفله. انت بتحبي الديت يكون فين؟ بص احب ان انت تبهرني، يعني مثلا ممكن يبقى دينر في مكان لذيذ كده، ممكن يبقى زي هنا كده في زهره على البول. انت مبسوطه في المكان ده يعني؟ اكيد يعني نجحنا. بس هو انت ما عملتش حاجه، هي بنش سيركل هي اللي عامله كده مش انت. ما انا اللي قايل لهم. انت اللي مختار المكان؟ هنجيب من اولها؟ لا كلنا اخترناه يعني، قلنا يعني في الاول. اوكي ما تدقيش بقى، ما تحطيش البتاع في المكان. ماشي عديتها خلاص. ماشي عندي سؤال مهم قوي. انت قلتي ان انت منفصله صح؟ مخلفه؟ طب ممكن تقولي لي عندك ايه؟ عندي بنت. عندها قد ايه؟ 14 سنه. واو. حلو لذيذ قوي. ممكن تسألي نفس السؤال عادي يعني، احنا في ديت. عايز تقول اوكي عندك ولاد؟ عندي بنت وولد. حلو جميل. 10 والموست 7 يعني. انت منفصل بقالك كتير؟ منفصل بقالي كتير. قد ايه تقريبا؟ يعني ممكن نقول 3 سنين. وي ده كتير. طب انت بقالك قد ايه؟ 11 سنه. ياه. وما فكرتيش تخشي في ريليشن تاني او حاجه؟ فكرت بس ما ظبطتش. طب ودلوقتي ايه النظام؟ هنشوف السيجمنت الجاي. اوكي موافق جدا. يلا نروح السيجمنت لو سمحتوا يا جماعه بسرعه. محتاجه اديكي حاجه. اوكي. طب هي ليه ابيض؟ لهدوءك النفسي يعني، ما فيش حاجه تانية غير ابيض. ما ينفعش. عايز اديكي حاجه كمان نفس ال ثانيه. هديلك حاجه كمان. هو انت منفذ على ايه؟ الو. الله والله احرجتني. لا خالص والله. حضرتك ما عملتيش اي حاجه لغايه دلوقتي. حضرتك بحاول احترمك عشان قبل ما اطلع عن شعوري بقى. طب ليه هاتي اي حاجه؟ اوكي تحت رجلك حاجات كتير قوي. اوكي طيب خد من تحت رجلي اهو. ايه ده؟ هو انا بديها لك عشان انت تديها لي؟ ده ايه الشغل؟ لا دي من تحت رجلي مش انت مديها. مش نفس ال. طيب شكرا يعني بجد. ده كومبليمون لطيف منك قوي. ويدينج. شيل احنا ما بناكلش. شيل. ليه؟ لا نزل لها هي. طب نزل لك ايه؟ هات. نزل لك ايه؟ فاكهه. وانا انزل لي فاكهه يا مانجا. طيب حلو. انا عايزه اديكي البليت عشان انت جعانه، ولا نعمل ايه؟ انت مش جعان؟ قررت اعمل دايت في الحلقه، مش عارف. امسك خد مش واكل. طب كل حاجه. حاسه انك خايفه عليا شويه قوي. لا بكرمك يعني. كل خلاص انا مش هاكل بقى خلاص. شيل بقى الطبق. طب استني هقول لك فكره حلوه. لما نشوف بعض كل الاكل اللي فات ده بقى ناكله بقى يعني، نقعد بقى ويبقى دينر. حلوه الفكره. طيب لو تحبي تعملي برنامج تحبي تسميه ايه؟ انت مصمم ان انا مذيعه. حاسس يعني انت لو حكيتي لي حكايه هتبسط جدا. طيب تعالى نحكي بقى حكايه الويدنج دي، ايه رايك؟ يلا. تحب اصلا تعمل فرح؟
والله عادي لو اتفقنا تمام. عايزين نعمل ده مع بعض تمام، مش عايزين نعمل بقى لما اتجوزت اول مره كنت عملت فرح؟ لا ما عملتش بصراحه. انت عملتي فرح؟ انا عملت فرح اه. حلو. بس لما تتجوز تاني بقى مش حس انت فايتك ان انت تعمل فرح، فعايز تعمل فرح كبير وكده ولا حسب الانسان اللي معايا يعني هنتفق على ايه؟ اه يعني انت بتحب المشاركه طول الوقت؟ اه لازم. لكن مش سيد هتقول لي الراجل بقى، انا الراجل وكلامي انا اللي يمشي، والست لازم تسمع كلام الراجل وشويه دول؟ لو احنا بقى بجواميس في الحقل ممكن نعمل كده، لكن احنا بني ادمين متهيألي. حلو حلو. طيب انت قلتي لي ان انت بقالك كتير قوي منفصله تمام؟ ايه اللي افتقدتيه في ريليشن؟ قصدك ايه طلباتي؟ صح ايه طلباتك جدا؟ ماشي. بص بصراحه ما عنديش صفات محدده، يعني بحس ان كل شخص بيبقى ليه يعني في صفات، هو في صفات انت طبعا عايزة متعرف إيه؟ عليه. ما تفلسفيش الكلام. انا عايزه ايه بجد؟ كده على طول قولي. يعني لو شخص علاقته كويسة بربنا اعتقد انه دي اكتر حاجة بتخليه حتى لو هو عنده صفات مش حلوة بيحاول يصلحها. لان انا مش هقدر اقولك انه مثلا يكون كريم، ما طبيعي يكون كريم، يكون طيب. ممكن يكون شخص ما عندهوش صفة من الصفات دي، بس لما بيكتشف انه دي حاجة بتضايق الشخص اللي معاه وهو عايز يعمل كده مش عشان يرضيني انا طول الوقت، بس عشان هو شايف انه هو كده بيرضي ربنا، دي حاجة مهمة قوي. حضرتك مش شايفة ان انت خدتي وقت كتير قوي من الضيف اللي معاكي في البرنامج؟ قصدك ان انا لغاية؟ لا انا عايزك تتكلمي، انا مش عايز حاجة تاني. طيب عايز اسألك سؤال، انت شايف ايه دور الراجل في الريليشن شيب وايه دور الست؟ انا هقول لك مني، انا هقدم لك انت ايه؟ ماشي. حب اوكي وباستا ومطبخ عامه بس اه انت ده حب مشروط ولا ايه؟ يعني لذيذ انت تساعدني في الطبخ، بس ايه كمان؟ ايه كمان؟ اه انت متطلق. اه ماشي، ممكن اجيب لك شاليه هنا في زهره لو عايز. حلو لذيذ. لذيذ؟ انت ايه هتستغليني ماديا؟ ها لا هو مش بستغلك ماديا، بس هو الراجل هو اللي بيصرف صح ولا ايه؟ طبعا. يعني لو عايزه شاليه في زهره هجيب لي شاليه ولا لا؟ معنى كده ان حضرتك هتقعدي في البيت؟ جاوبي على سؤالي. لا مش هقعد في البيت. بس إيه معنى ان انا هصرف على البيت؟ لا طبعا، انا اسف يعني في الكلمه، بس كفي نفسك. يعني ايه كفي نفسك؟ يعني الفلوس اللي تجيلك هاتي بيها لبس وميك اب والحاجات دي وانا يعني ده مش دور الراجل؟ لا هجيب لك، يعني لو طلبتي هجيب لك طبعا، بس انت لا هجيب لك. بس انت دي فلوسك يا ستي، هاتي بيها بلالين وطياريها، ما عنديش مشكله، دي فلوسك انت اعملي بيها اللي انت عايزاه. ماشي، لو عايزه فستان، عايزه عربيه، عايزه شاليه، زهره، عايزه اي حاجه مش هتجيب لي؟ عايزه تستغلي الموضوع يعني. استغل موضوع ايه؟ ان زهره بتسلم دلوقتي، فيلا بقى ناخد شاليه. اه بالظبط. خلينا ناخد الحتة دي حسب الظروف المالية. يعني أنا لو معايا فلوس والدنيا لذيذة وفجأة حصل دروب من أي نوع، أنت إيه موقفك؟ يا بتاعت الشاليه؟ لا لا مش هيبقى في شاليه ساعتها، لا طبعا، يعني لازم نبقى منطقيين. طيب ولو في ظروف وفي ويدنج، هل هتعملي ويدنج بقى و... لا مش هعمل ويدنج. انت ليه طيب؟ انت طيبه؟ انت مامتي ولا ايه؟ انا نازل ديت مع مامتي، والله العظيم ايه ده؟ مامتي اطيب واحده، انت بتغلبيها ولا في ايه؟ اي خدمه. خليكي شريره شويه. حاضر. لا خالص عايزه الشاليه. ما تسمعيش كلامي. ما تعمليش كده خالص. دعوه. والله العظيم طيب، كل ما اقول لها حاجه تقول لي حاضر. ما تشيلوا البتاعه دي يا جماعه، تيجي نشيل البتاعه دي؟ اوقع عليها؟ والله اعمل ايه طيب؟ وقعيها انت عليا. لا خلاص خلاص، هقول لهم يشيلوها. اديتني كام؟ انت قولي مره في الدنيا. شويه وهتعرف. طب مش عايز تعرفي انت؟ عايزه اعرف. لا لازم نوريها او انت وريها. وريتها لهم من زمان. أوه. انا بعبرت عن كل حبي. شايفه ان احنا ننزل ديت مع بعض تاني ولا ايه؟ هاي هاي عمر. مش عمر خالص، خلاص بقى احنا عرفنا. اوكي لذيذ جدا. لذيذ. قولي بس توقعت الشكل بقى ولا؟ اه توقعت الشكل. لايق على الصوت؟ الشكل لايق جدا. بجد؟ اه وانا كمان على فكرة فعلا كان لايق، بس ما عرفتيش. لا ما عرفتش. لا ما عرفتش خالص. ايوه بس توقعت الشكل. بما انك جعانه فاحب اديلك الفريسكا بتاعتي. الاثنين. ايوه عشان ايوه بجد والله. طيب الديت الجاي ممكن يكون فين؟ تحب يكون فين؟ على البحر بقى. يبقى على البحر، خلينا على البحر. اوكي ماشي. بما انك ماشي. بتكره النايت لايف؟ جدا بصراحه، ما يعني مش اوكي خالص. بس مش عايز تاخد حته؟ طيب اللي انت ماشي. طب يعني ممكن انت عايز ايه؟ كل اللي انت عايزاه. انا هاخد حته واديلك كل الحاجات. تمام طيب. ما عنديش مشكله. يلا طيب. قولي اديتني ايه؟ ليديز فيرست سامر 6.
مية. طيب لوف أنا اديتك ألف. أوكي. وقلب ووردة. إيت أصلاً يعني إيت. وأنا ألف. حلو إيت. تحفة. والله جميل جدا. أوكي. ويدين. أنت إيه الإيت إيه في إيه؟ أنا اديتك 1 مليون. أنت مش سهل الأرقام عندك كده. مش سهل خالص بس كدا. الصوت يعني حسسني حاجات لذيذة جدا. ممكن سلام على بعض دلوقتي. شكرا. كسفتنا كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا فولو لبنش سيركل على كل السوشيال ميديا. اي حد عايز يعمل ديت لذيذ ممكن يجي زهرة. مش زهرة دي لا. رانيا بتاعت مش زهرة. رانيا كده كده. بتشربي ألموند ميلك ولا أوت ميلك؟ لا ده سؤال مهم جدا. بخيره. اه مشكلة ده. لا 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 عادي. لا لا ده بالعكس ده فيه ممكن يبقى فيه كالسيوم اكتر. بس عشان انا عندي حاجات في معدتي.